دلوقتي على الهاتف الدكتوره لميس مكاوي، استشاري الطب النفسي السلوكي بجامعه عين شمس. تقول لنا اكتر بقى اللي بيحصل على التيك توك ده، يعني نتكلم بقى عن الفيديو ده ونتكلم عن كل حاجه، يعني التحدي ده اللي نزل ده ان الاطفال نسيبهم قدام الكاميرا ويلا اشتموا اي حاجه تعرفوها ومش هنعاقبكم، لان في فيديوهات انا كتير شفتها كده وشفت الفاظ بتتقال من اطفال صغيره ما ينفعش انها تتقال. ده بيأثر على اولادنا بشكل عامل ازاي وعلى الاولاد اللي بيتفرجوا بشكل عامل ازاي؟ يا دكتوره مساء الخير. مساء النور، ازيك يا دكتور لميس، عامله ايه؟ تعليقك ايه على التحدي اللي طلع على التيك توك ده وقلب الدنيا ده؟ ده يمكن تاني اسوأ تحدي انا اشوفه من ساعه ما بقيت اتابع ابلكيشن التيك توك. التحدي الاولاني اللي كان وحش قوي اللي كان ولاد يخنقوا بعض وينزلوا على رقبتهم، ده كان عمل لنا حالات وفاه وناس توفت. انما التحدي المره دي يمكن نقدر نقول عليه تحدي بذيء الحقيقه. يعني خارج عن كل نطاق الفكر حتى المتحضر. يعني انا مش عارفه ازاي امهات قدرت تقوم بالفكره السيئه دي وتعمل فاليديشن او تسمح لاولادها ان هم يخرجوا غضبهم. ده حتى مش بيخرجوا الغضب، يعني هو انا هفسر لك كده تفسير بسيط سريع. يعني احنا المفروض ان احنا بنعلم اولادنا ان الغضب ده مشاعر، لكن الاكشن اللي بيطلع مننا سلوك. فانا بعلم ابني وقت الغضب ان هو يتحكم في مشاعره عشان سلوكه يبقى طبيعي. فتخيل حياتك ان انا اعمل العكس، اجيب ابني في غير وقت الغضب احطه قدام الكاميرا في الحمام واقول له انت باد وورد باثروم تشالنج، ويلا اقول كل الشتايم الوحشه اللي انت تعرفها او اللي انا مش موافقه عليها. فكان انا باقر فكره ان انت ممكن تقول ده، وبعد كده لما هيستخدمه في وقت الغضب هبقى انا اللي اديتك الاحقيه دي، انا اللي اديتك التصريح ده. انا مش عارفه، يعني انا اما شفت الاطفال ده، في اطفال بقى قالت حاجات غريبه جدا، ده في اطفال ونزلوا الفيديوهات وسابوها على التيك توك. ايوه ما انا شفت ما انا مش فاهمه ومتسابه. ما هو ده معناه ايه؟ ان انتوا عايزين الناس تتفرج، عايزين نسب مشاهده تعلى، عايزين فلوس اكتر تدخل. طب هنوصل لحد فين يا جماعه بعد كده؟ رايحين فين؟ وتقليد اعمى، يعني ترند وتقليد اعمى وخروج عن النطاق حتى الادبي. يعني انت بتعلمي ابنك ايه؟ ايه اللي ورا الترند؟ انت بتوصلي له رساله ايه؟ بتوصلي له رساله ان انت وقت الغضب طلع كل اللي عندك وهيبقى ده مبرر. بدل ما انا اقول له حبيبي وقت الغضب انا متفهمه مشاعرك السلبيه اللي انت حاسس بيها، بس حاول ان سلوكك يكون تمسك نفسك، حاول تفتح وتقفل ايديك، حاول تاخد نفس عميق. لا ده انا بعلمه ان انت اشتم بقى. قول كل اللي عندك بالظبط. طب هو بعد كده لما يجي يشتم تاني هتقولي له ايه؟ هتقولي له عيب بعد ما خليتيه يشتم قدام الناس كلها؟ اول ضحيه. ودايما نقول للامهات كده، دايما نقول للامهات اللي بتضرب عنف جسدي شديد بتبقى اول واحده متضرره من ابنها المراهق، اول ما بيضربها هي. صح صح صح، مليون في المية. يا جماعة والنبي نشوف احنا بنعلم اولادنا ايه. الناس بقى عندها رغبة للشهرة بشكل غير طبيعي، يعني الناس على السوشيال ميديا عايزين. بنعلم اولادنا الاستسهال، وبنعلم اولادنا ان انت ممكن تتشهر في دقيقة ويبقى معاك فلوس، وبنعلم اولادنا ان مفيش قيم، مفيش اخلاق، مفيش شغل، مفيش اجتهاد. ترند من اسوأ ما يكون حقيقة، من اسوأ ما يكون.